نموذج للغنى الثقافي بمنطقة كولميما أو غريس كما كانت تسمى قديما. خصوصية اللباس النسوي عند قبائل أيت عطا، أيت مرغاد وإقبليين يعطي للمنطقة زخما ثقافيا متنوعا حفظت عليه الأجيال عبر السنين. كاين اللباس التقليدي ديال أيت مرغاد، كاين السبنية، كاين تسديت، الحرين، اللبان، أعبان، الحزام. أشكال الزي، الألوان والحلية كلها أشياء أبدعها الإنسان الأمازيغي منذ غابر الأزمان، وهي حاملة لرسائل تجمع بين الجمال، السعادة وحب الأرض، كما تعكس التلاقح الثقافي بين قبائل متجذرة أعرافها في التاريخ. هو رمز يجمع ثقافة شمال إفريقيا. هناك أيضا أشياء صغيرة لكل منها دلالة ومعنى معينة. زي المنطقة موضوع واسع للبحث، وهو وجه من أوجه الثقافة الإفريقية التي تناقلتها الأجيال. نساء المنطقة يرتدين أيضا في معيشهن اليومي رداء أسودا عليه علامات مستوحاة من الثقافة الأمازيغية، ويدعى في التعبير المحلي بتحرويت. وعلى الرغم من أن الأجيال الجديدة تأثرت في طريقة لباسها بالعولمة والموضة، فإن الأزياء التقليدية حاضرة في المناسبات والأعياد.